مرحبا توم، مستمتع بالصيف؟ يبدو أن هناك مشكلة مع كاري، اذهب إلى البيت لفحص ذلك. تريدين أن تكوني على الماء؟ توم يمكنه المساعدة. جميلة! هيا بنا لنجربها! كيف تعمل؟ تخضع الزلاجات للتعليمات الشفهية، على سبيل المثال السرعة العادية أو العالية. مرحبا بوبي، تريد أن تتسابق؟ من يصل نهاية القناة أولاً يكون الفائز. استعدا وانطلقا. انطلقي كاري. هيا كاري. احترسا. دين تحرك الآن. دين، كاري اقفزي. واو، لا يمكنك اللحاق بها. تستخدم طريقا مختصرا. عبقري. كيري تحدثي بهدوء إلى الزلاجات، إنها تتعرف إلى صوتك فقط وأنت هادئة. اختراع جديد. شعاع تجميد. قد تجمد كل المدينة لو لم تكن حريصاً. كن حذراً. نعم، أنت بطل. من سيتسابق؟ والتر والزلاجات ضد جيري. هيا والتر.
مرحبا توم. أوه، ألاحظ ذلك، تقوم بري بعض النباتات. مرحبا صغيري، ماذا هناك؟ يبدو أن الصغير يريد أن يتحول لسبايدر مان حقيقي. هل يمكنك مساعدته توم؟ مسدس العنكبوت مذهل. حان وقت اختبار قدراتك الجديدة سبايدر مان الصغير. أوه لا، الصغير روكي يشعر بالدوار ويشعر بالرعب من الهبوط للأسفل. ألا يمكنك مساعدته توم؟ إنه على ارتفاع عال جداً، أنت محق. انظر توم، سبايدر مان الصغير لديه اقتراح. لا تقلق صغيري روكي، سبايدر مان الصغير سيساعدك. لكن كيف؟ ستستعمل شبكة العنكبوت لتأمين رحلة الصغير روكي؟ قد تكون فكرة جيدة. هل أنت مستعد صغير روكي؟ انطلق. هل أنت بخير صغير سبايدر مان؟ تماسك. أوه لا، يبدو أن الصاروخ الصغير لديه مشكلة في الهبوط. شبكة العنكبوت ستتمزق. إيه؟ ما بدا ده. ما المشكلة صغير سبايدر مان؟ كسانا ماتاتا. يا بابا، لم تتوقع أن يكون بهذا الارتفاع؟ مسدسك تعطل؟ لا تقلق، توم سيجد حلاً. مروحية، مدهش. جاهز للجولة؟ افتح عينيك صغير سبايدر مان، شاهد المنظر. الآن سبايدر مان الصغير سيفكر مرتين قبل أن يتسلق إلى هذا الارتفاع. ماذا تفعلون يا رفاق؟ تستعملون المروحية لمساعدة والتر على التخلص من الدوار.
أرأيت سبايدر مان الصغير؟ لا تحتاج أن تضع نفسك في خطر حتى تكون مفيداً. مرحباً توم، لقد بنيت قلعة رملية مدهشة. مرحباً مارلي، انتبه للقلعة الرملية. ما الشيء الضروري الذي جئت من أجله؟ تريد عمل حلقات في الهواء مثل روكي؟ أعرف هذه الحركة، لديك فكرة؟ تريد استخدام السحر؟ هذا مثير للاهتمام. واو، هل هذه سجادة علاء الدين السحرية؟ ستتمكن من الطيران مارلي. مرحبا روكي، مارلي سيقوم بعمل حلقات في الهواء معك. انتظر مارلي، توم سيوضح لك كيف تعمل السجادة السحرية. لقد نجحنا، لقد بدأت في الطيران. عليك الانتظار قبل عمل الحلقات، توم يجب أن يريك كيف تخفف سرعتك. مارلي، عليك أن تخفف سرعتك. أوقف السجادة السحرية، ستتعب وتصاب بالدوار. توم، أعتقد أن السجادة السحرية قد أصيبت بالجنون. مارلي قد يسقط. مارلي لا يمكنه سماعك. هل لديك فكرة لإنقاذ مارلي؟ تريد استخدام السحر مجدداً؟ حسناً، لنجرب. ياي! ماذا ستفعل بهذا المصباح القديم توم؟ أنا لا أفهم أيضاً روكي. هل هذا مصباح سحري؟ لقد نجحنا، مارلي في أمان الآن. بابا كاسانا ماتاتا، من الآمن دائما الاستماع إلى التعليمات. ما زلت تحاول عمل حلقات في الهواء؟ إنه سحر حقيقي.
أنت جني عندما تحتاج مساعدة أصدقائك توم. مرحبا توم. توم، ياي، ها أنت هنا. جيري، ماذا هناك؟ ما اسمه عالق؟ هل يمكنك مساعدته توم؟ إيه. هذا المثقاب يبدو رائعاً. لا تقلق ماسيمو، أصدقاؤك هنا لمساعدتك. يبدو أن الطريقة ناجحة. إنك تقوم بعمل رائع. نحن نرى ماسيمو تقريبا. لقد تعبت توم، لما لا تأخذ قسطا من الراحة؟ لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة جيري. لا جيري، لقد اصطدمت بالأنبوب. الآن كل النفق يمتلئ بالماء. اصبر من فضلك ماسيمو. ماذا ستفعل توم؟ هل هذه مضخة ماء؟ أسرع، الماء يرتفع. إننا ننجح. هيا ماسيمو، يمكنك القيام بذلك. هاي، أصدقاؤك آمنون بفضلك توم. سباق آخر. أوه.
ماذا ستفعل مع هؤلاء الاثنين توم؟ ياي! مرحبا كيري، ماذا هناك؟ يبدو أن لديك مشكلة في تحضيرات عيد ميلاد بن. صانعة الكب كيك. نعم، أنا متأكدة أن الحفلة ستكون رائعة. أحسنت عملا توم. اليوم عيد ميلاد بن. عيد ميلاد سعيد بن. أحسنت عملاً توم، يبدو أن الجميع معجب بالكب كيك. لا، الآن أصطبع الجنون. راقبها توم. نعم توم، هذا قد يفسر المشكلة. أحسنت عملا توم. أوه لا، احترس توم. المطرقة الكبيرة ستكون مناسبة. كيف يمكنك الاقتراب؟ شكراً بن. لا تقلق بن، ستحصل على المزيد من الكب كيك لاحقاً. Oh.
عيد ميلاد سعيد بن. أحسنت عملا توم، أنقذتنا من كارثة. مرحبا يا رفاق. تبحثين عن طريقة لتوزيع الحلوى في حفلة عيد الميلاد كاري؟ يمكن لتوم اختراع شيء. حلوى ضخمة. هيا يا رفاق لنجربها. تريد أن تجرب والتر؟ أحسنت عملا توم، آلة الحلوى هذه رائعة. هناك خلل ما. توم افعل شيئا، الأطفال لا يدركون ماذا يحدث. اطلبي من الأطفال التراجع كاري. تريد تجربة اختراع آخر توم؟ توم اخترع هذا المسدس. ابقوا في أماكنكم يا صغار وراقبوا. أخطأت. احترس جيري. عملاً توم، آلة الحلوى فارغة، يمكنك إيقاف التصويب. هناك نشاط مسل قد يعجبك في ميدان السباق توم. تريد الذهاب؟
على خط البداية، استعد، انطلق. جيري سريع جدا توم، لكن هذا تدريب جيد أيضا. شكرا لمساعدتنا اليوم في اختراعاتك. الجو بارد جدا اليوم. إنه بارد جدا على اللعب. هل يمكنك تدفئة الأشياء توم؟ شمس البالون الضاحك، جميل. لقد أصبح يوماً صيفياً دافئاً. هيا يا رفاق، هيا نلعب. نأسف فرانك. حرارة الشمس تزداد كثيراً. نشعر وكأننا في حريق. فكرة رائعة فرانك، قم بتبريد الجميع بخرطومك. الشمس تجفف كل شيء. هل يمكنك أن تنزل الشمس توم؟ أوه لا، إنها تبتعد. هذه الشمس الصيفية ليست ممتعة. لا تستسلم. مجموعة أدوات مائية لتبريد الشمس. فكرة رائعة توم. هكذا أفضل بكثير. لما هذا؟ بطل خارق حقيقي. لقد نجح. شمس الشتاء ممتعة. نأسف مجددا فرانك. أوه.
أفكار لمساعدة والتر؟ بندقية عكس الحجم. هل تريد تجربة بندقية عكس الحجم على شيء آخر؟ والتر احترس. توم، أمسك الآيس كريم قبل أن يقوم جالي بأكل والتر. قم بصنع اختراع جديد بسرعة. توم، انتبه لوالتر. أحسنت عملا توم.